بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ دلوقتي نتكلم على مشكلة بتقابلنا ساعات كتير في النتورك عندنا، ان عدد التليفون يا اما السوفت وير بتاعها يبقى مهنج كده، تيجي تقوم ما تقدرش تقوم، يا اما ممكن تبقى الشاشة نفسها كمان مش شغالة، يقوم باور لكن ما فيش حاجة تظهر قدامي على الشاشة. دي بيبقى سببها ان التليفون نفسه مش لاقي السوفت وير بتاعه. تمام، ان العدة سيسكو 7970 دي يا جماعة بتعتمد على تي اف تي بي سيرفر. تمام، فكل المشكله دي حلها بسيط جدا، ان انا اقوم تي اف تي بي سيرفر عندي. لو انت شغال على ايزابيل فهتلاقي ان انت محتاج تخش على الايزابيل نفسه وتضيف الملفات دي عليه، هو لوحده هيشتغل. تمام، هتلاقوا الملفات دي موجوده يا جماعه في الرابط في اول تعليق في الفيديو ده. مشكلتها سهله جدا وحلها بسيط جدا، وفي ناس ياما قوي بتفتكر ان العيله بتاعتها بايظه. تمام، وخصوصا لما ما فيش شاشه ظاهره. تمام، نفس الفكره دي اللي شغاله على العده سيسكو 7970 هي نفس الفكره بتاعت كل التليفونات، سواء كانت جراند ستريم، سواء كانت اي فيجن من سيسكو 7912 مثلا او افايا او اي حاجه. بيبقى المشكله ان هو محتاج السوفت وير بتاعه. لو انت بقى ما عندكش ايزابيل وما عندكش تي اف تي بي سيرفر اللي موجود على ايزابيل، فانت كل اللي هتعمله هتحتاج تقوم تي اف تي بي سيرفر بسيط. تمام، احنا كنا شرحنا قبل كده البرنامج ده اللي هو تي اف تي بي دي 64 ده. تمام، ده ممكن تنزله على ويندوز 10 عندك وتحط فيه الملفات الموجوده اللي انا حطيتها في الاول تعليق، تفكها وتحطها جوه الفولدر بتاعه وتبدا تشتغل عليه. هو يبقى فيه الداتا بتاعت التليفون ده اللي هيقدر يجيبها ويشتغل. تمام، طبعا التليفون هيحتاج السوفت وير بتاعه وهيحتاج الكونفيجريشن كمان بتاعته، هتلاقوا الامثله عليه والملفات نفسها موجوده في اول تعليق. اهو احنا كنا كل اللي بنعمله في الجهاز بتاعنا، لو انا ما عنديش ايزابيل بخش اظبط السوفت وير بتاعي، البرنامج بتاعي بقول له هشغل تي اف تي بي سيرفر وهخليه يشتغل دي اتش تي بي عشان يدي التليفون اي بي. تمام، وهخش بعدها على تي اف تي بي اقول له ان التليفون مش محتاج دي ان اس طبعا، هخش على تي اف تي بي واقول له ان التليفون بتاعي ده الداتا بتاعته، طبعا مش هقول له التليفون، هقول له الداتا اللي هو التليفون هيسحبها موجودة في الباص الفلاني. يبقى هخش على تي اف تي بي واقول له براوز، ده المكان اللي هخش عليه فعلا يا جماعة. تمام، هقول له براوز واختار الفولدر اللي انت فاكك فيه الملفات اللي انا عطيتها لك دي، وهقول له اوكي. بص انا لو فتحت الفولدر ده يا جماعة دلوقتي، هتلاقوا هو الملفات المفكوكه هي اللي هو التليفون محتاجها عشان يشتغل عليها. كل اللي هيحصل ان انا خلاص قومت التي اف تي بي بتاعي، هشغل التليفون بتاعي، هيبدا هو اوتوماتيك يسحب الحاجه بتاعتي. بس لو انت هتديه دي اتش تي بي بقى طبعا اللي هو ضد خالص، فهخش هنا برضه اظبط الدي اتش تي بي بتاعي. تمام، لان انا قايل له هيدي دي اتش تي بي، هكتب ان هو هياخد اي بيهات من كام، السيرفر بتاعي هيطلع اي بيهات كام على حسب عدد العدد عندك، هتقول له العدد الفلانيه اللي هتسحب كذا. تمام، ولو مش محتاج راوتنج او محتاجه فبتظبط الكونفيجريشن بتاعته حسب احتياجك. بص لما قلت له اوكي يا جماعه خلاص اهو بدا يسحب العدد اللي انا موصلها اللي هتسحب الابديت اهي. تمام، اخدت الايباد بتاعتها، بتكلمه الدي اتش بي سيرفر بتاعي وبتبدا تسحب الايباد بتاعتها. كل ده انت مش حاسس بيه ولا شايفه. تمام، انا بقى لو رحت للعده بقى بتاعتي دلوقتي هنلاقي هي الابجريدنج بتاعها اللي كان واقف عليه، كاتب لي الماك ادرس بتاعه مش اكتر من كده. هنلاقيه اوتوماتيك اول ما يخلص ياخد الايباد بتاعته ويتعرف على تي اف تي بي سيرفر، بدا يسحب ايه يا جماعه، بدا يسحب السوفت وير اللي كان موقفه. اول ملف بيسحبه اهو. تمام، بيطلع لي ان السهم تحت، يعني ده بيسحب بيعمل داونلود وبيطلع السهم بعد ما يخلصه بيعمل صح. ادي ابجريدنج اهو، هيبدأ ياخد وقته يسحب الملفات بتاعته بالكامل ويسطبها على العدة.
هستناه لغاية لما يخلص خالص، تمام. بص كل ده شغال عن طريق تي اف تي بي سيرفر يا جماعه، اللي انا ظبطته دوري كله ان انا اقوم بس تي اف تي بي سيرفر عندي، وبحط الملفات الصح اللي هو محتاجها. وعلى فكره هو لو في ملفات انت واقع منك او ناسيها هتلاقي ان هو فوق بيدور عليها مش لاقيها، هيقول لك اسمها ايه. كده خلص، هو اهو عمل ريستارت. طبعا الحته دي اصلا يا جماعه هي كده اللودنج بتاعها بياخد الوقت ده كله. اهو الشاشه بتاعته بدات تظهر اهي. ادي التاريخ الديفولت بتاعه 2009. بيعمل ريسيتنج اهو للداتا بتاعته، عمل ريستارت تاني. بدأ يكمل شغله، دخل على الملف التاني اهو سيب. شايفين الملف ده انا حاطه في الفولدر، في الملف المضغوط اللي موجود عندكم في اول تعليق. ادي الملفات اللي تحت اهي، كل دي موجودة عندك. انا سايبه على راحته خالص شغال، هو ما بتدخلش خالص. هو طلع لي ايرور هنا في حاجة ناقصة، لو انا حطيتها في تي اف تي بي سيرفر هيبدأ يكمله ويكمل الشغل بتاعه. هحط انا الفايل اللي ناقص ده، هعمل ريستارت دلوقتي، هيلاقي هو الملف اللي ناقصه. طبعا عيب يا جماعه الريستارت كذا مره ده مش بايدينا، ده هو اصلا كده يعني التليفون كده عشان بيقوم من اول وجديد. اهو كده خلاص ابديتنج لوكال، هيطلع ايرور برضه عشان مش حاطط اللوكال بتاعي. هيبدا يكمل اهو الشغل اهو. ادي الريجستر ده بتاعنا اهو ريجسترنج، ادي العده بتاعتنا بقت خلاص، اخدت الرقم بتاعها والكونفيجريشن بتاعتها والتليفون رجع يشتغل تاني. بس مش اكتر من كده. شكرا على وقت حضراتكم جميعا.